رح نحكي عن موضوع طبي جدا مهم. عم نحكي عن الاستسقاء الكلوي، حالة مرضية شائعة بدرجة كبيرة إن كان عند حديثي الولادة أو المرأة الحامل أو كبار السن. اليوم يمكن عفاف مصطلح غريب، ولكن كلنا بنعرف إنه الكلية عضو هام بجسم الإنسان وهي بحاجة دائما يمكن لفحوصات مبكرة كرمال نتجنب أي مشكلة. أكيد هايدي، وممكن هذا المرض يصيب الكليتين أو إحداهما ما منعرف، وممكن كمان هو بيصير بسبب وجود انسداد بالأنابيب يلي بتصرف البول من الكليتين، أو بسبب تشوه تشريحي ما بيسمح أبداً بتصريف البول كما ينبغي وبحالة طبيعية عند الشخص. اليوم رح نتعرف على أسباب هذا المرض وشو التشخيص الصحيح لهذا المرض وطرق العلاج أيضاً والأعراض يلي بيشعر فيها الشخص وقت إصابته بهذا المرض. كل هاي التفاصيل رح نحكي فيها مع الدكتور محمد عزام استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية. صباح الخير دكتور. يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتور وأنت بألف خير. خلينا بداية كنا عم نحكي قبل الهواء أنه مصطلح غريب، ولكن خبرتنا أنه هو شائع بدرجة كبيرة. خلينا نوضح للمشاهدين بشكل مبسط نحن شو بنقصد اليوم باستسقاء الكلية. هو استسقاء الكلية هو مصطلح طبي غريب بالنسبة للأخوة المشاهدين لما بيسمعوه، لكن هو شائع، وممكن لما بيعرفوا تعريفه أو هو ماهيته فبظن معظم الناس مارقين بهيك مراحل، سواء قرايبينهم أو حدا من أصدقائهم، لأن هو بيمثل مجموعة من الأمراض. الأمراض طبعا الأمراض بعضها أمراض خطيرة وبعض أمراض بسيطة ما في أي عواقب كتير سيئة بالنسبة للمريض. خلينا نعرف أول شيء مسار البول. مسار البول ضمن الجهاز البولي من الكليتين لحويضة الكلية، طبعا بينتقل للمثانة عبر أنبوب اللي هو الحالب، من المثانة بيخرج للوسط الخارجي عن طريق الإحليل. أي انسداد، أي مرض أو أي مشكلة بتصير ضمن هذا المسار بتؤدي لانسداد في خروج البول، بيؤدي لحالة الاستسقاء الكلوي هل هي توسع بحويضة الكلية نتيجة هذا الانسداد. طبعا هذا التوسع له درجات، متوسط، بسيط، وحاد، أو فينا نسميه شديد. فأزيته على الكلية بتختلف بناء على الدرجة، وبيتصنف حتى لمزمن وحاد تماما بناء على كمان السبب يلي أدى لهذا الاستسقاء. وبناء على السبب وفترة زمنية ودرجة الاستسقاء بيؤدي لأذية للكلية، ممكن تنتهي طبعا بفشل كلوي بنسميه obstructive nephropathy، يعني فشل كلوي ناتج عن الانسداد أو عن الاستسقاء الكلوي. يعني اليوم ذكرت لحضرتك دكتور انه حسب السبب كمان، واليوم ممكن كثير من الاشخاص يمارسوا بخلال حياتهم عادات سيئه ممكن كمان تؤدي للاستسقاء. خلينا نتعرف على الاسباب الاساسيه يلي ممكن تؤدي لهذا المرض. الاسباب كبيره، اسباب شائعه كثير، من اهمها بمرحله الطفوله التشوهات ضمن الجهاز البولي. هل هي ممكن أشعها انسداد الحويض الحالبي أو المثانة العصبية عند الأطفال، فبتؤدي لانسداد بخروج البول، ما عاد البول بيخرج بطريقة طبيعية، فبيزيد الضغط جوا المثانة مثل المثانة العصبية، بينتقل هذا الضغط للكليتين. أما المرحلة العمرية الشباب، من أشيع الأسباب هي الحصيات الجهاز البولي، بيؤدي لانسداد بالحالب. طبعا هي بتكون أعراضها حادة ومفاجئة، يعني المريض بهيك حالة بيكون أقل لأنه يهمل حالته مثل لما بيكون عند الأطفال، لأن عند الأطفال ما بيراجع أحيانا بألم، الطفل أحيانا ما بيشعر بألم، ما بيكون في عنده أعراض. صحيح. لأنه حالة مزمنة وبطيئة، يعني الجسم بيتكيف معها. فنحن من أحيانا من خلال الصدفة الفحص الدوري أو لفحص معين عمل إيكو بطن أو عمل طبقي محوري فلاحظ أنه في استسقاء. وين المشكلة بتكون بهيك حالة؟ أنه التقبل الأهل لهذا الموضوع بيكون شوي يعني صعب، أو حتى أحيانا
بيكون في اهمال بهيك امر، لانه الطفل بيقول لك ما عم يشكي من شيء. احيانا بيشكي من انتانات بوليه متكرره، بيكونوا الاهل عم يعالجوا الطفل علاج خاطئ، لانه تشخيص سبب الاستسقاء كثير مهم لعلاج الاستسقاء، لانه نحن اذا ما شخصنا صح العلاج بيكون خاطئ، فبتؤدي لانه العواقب انه نخسر الكليه. باعتبار الاسباب كثير شائعه وكثير عددها كبير. ممكن بعض العادات بالحياه اليوميه مثلا لبس الضيق او بعض العادات الثانيه او قله شرب المي تؤدي لا لهي. قله شرب المي هي احد الاسباب اللي بتزيد اذيه الاستسقاء الكلوي، يعني الاستسقاء مؤذي للكليه تماما، لكن العادات السيئه مثل الطفل اللي بيحصر بول كثير او اللي ما بس الطفل ولا حتى الطفل او الكهل او الشباب او الصبايا يلي يعني ما بيشربوا سوائل كثير او حتى الكبار بالعمر كرمال ما يفوتوا كثير على الحمام يعني مزعج بيكون بالنسبه لهم دخول الحمام بشكل متكرر، فهنن شو بيعالجوا المشكله بمشكله اكبر اللي هي قله شرب المي. احيانا عادات غذائيه مثل في ناس كثير بحبوا الموالح بيستهلكوا ملح بكميه كبيره او بيكون عندهم ارتفاع بحمض البول او الكالسيوم لاسباب مرضيه او غذائيه، يعني هنن بيتحكموا احيانا بهاي المستوى من الاذيات عن طريق فمهم اللي عم يدخل للمعده، بس هن في عندهم سلوك معين، في غذاء معين متبعينه، بيحبوا اكلات معينه، لكن هالاكلات ضاره للكليه. مثلا في احد المرضى بيجينا انه انا كل يوم لازم اكل موالح، نوع من الموالح، بيستهلك كميه كبيره من الملح، فبيؤدي لاذيات كلويه، بتزيد لما بيكون في استسقاء. يعني احيانا الاستسقاء بحد ذاته بيكون علاجه متابعه فقط، متابعه بنقول له نحن تابعنا بشكل دوري، بنعمل له ايكو الترا ساوند ومنتابع مسار الاستسقاء، بيكون بحد ذاته غير مؤذي، لكن السلوك اللي عم يتابعه المريض هو اللي عم يسبب الأذية. أكيد يعني أسباب كثيرة دكتور ذكرتها ويمكن تكون جدا بسيطة ونحن ما ننتبه إلها وننتبه لخطورتها. خلينا نروح من الأسباب للأعراض اليوم أو العلامات اللي ممكن تظهر عند الأشخاص ويعرفوا أنه عندهم استقصاء كلوي، وخصوصا أنه نحن كثير بنسمع أنه أعراض هذا المرض ما بتكون واضحة بالبدايات. شو فيك تخبرنا عن الموضوع؟ طبعا. نحن كثير مهم المرضى يعرفوا هي الأعراض خلال فترات هالعمرية هل حنذكرها هلأ، لأنه هي ممكن تكون المفتاح للعلاج الصح. أحيانا الطفل بيعاني من التهابات متكررة بولية متكررة، الأهل بيعالجوا أول مرة المريض ضمن وصفة طبية، فمنلاحظ أنه في مفهوم خاطئ وشائع جدا، هذا المفهوم هي الوصفة محتفظة فيها الأم، فبتعالج هالطفل من الالتهابات البولية، تحسن بعد أسبوع 10 أيام، فلما بتتكرر معه نفس الأعراض بتروح بتصرف نفس الوصفة وبتجيبها وبيتحسن الطفل. لكن هون هي تجاوزت مفهوم كتير شائع انه العلاج صح لكنه على المدى البعيد هذا خاطئ، لانه في سبب معين بيكمن خلف هذا تكرار الالتهابات. يعني تكرار الالتهابات عند الطفل لازم تعرف الام انه هذا امر غير سليم، وفي معناها في تشوه داخل الجهاز البولي لازم نعرفه ونعالجه، يعني نعالج السبب أكثر ما نعالج الأعراض. عند الشباب منلاحظ أنه ولفت نظر أنه عند الحوامل الحامل في كمان مفهوم شائع أنه أنا حامل المرأة، فبتلاقيها مهملة لنفسها شوي، لأنه بتقلك أنا الأوجاع اللي عم تجيني بالخاصرة هي نتيجة الحمل تماماً، وهذا تعب، وحتى بتصير ممكن تروح لموضوع أنه الدلال، أنه لازم تدلل أكثر وما تشتغل، لأنه باعتبار أنه هو التعب سبب لآلامه. لكن بيكون نحن دائما في استسقاء اسمه استسقاء حملي، بيؤدي لآلام خاصة بالخاصرة اليمين، بيؤدي لانسداد نتيجة ارتفاع هرمون بروجستيرون خلال الحمل، ونتيجة ضغط الجنين على الحالبين، فبيؤدي لاستسقاء بنسميه استسقاء حملي. هذا الاستسقاء له درجات، في درجات معينة لازم نتداخل عليه ونعالج، لأنه ممكن تخسر الحامل الكلية. عند الكو المرحلة فينا نسميها بعد العمر 50
عند الرجال. من احد الاسباب الشائعه هي البروستات، مرض البروستات بيؤدي للاستسقاء الكلوي، وغالبا بيكون ثنائي الجانب بالكليتين، وهون خطورته بتكمن لانه المريض بيفقد الكليتين مع بعض، يعني الاستسقاء احيانا بيكون بجهه واحده بكليه واحده، فالكليه الثانيه سليمه، لكن لما بيكون الانسداد نتيجه بروستات تضيق بالاحليل فبيكون غالبا ثنائي الجانب. فالمريض امتى بينتبه؟ بينتبه لما بصير بيتنفخ بيتوزن اطرافه، بيقول لك انا يعني بيجي على العياده انه انا رجلي عم يتورموا، ايدي عم يتنفخوا، عم فوت على التواليت كثير. هلا لاحظي هون ما في الم بالخاصره، في تكرار تبول عند الاطفال، في تكرار انتانات بوليه عند الحامل، في الم بالخاصره. يعني هي الاعراض بتختلف من مرحله عمريه لمرحله ومن سبب لسبب. لهيك نحن الاستسقاء احيانا بيتعالج بطريقه غلط وبيؤدي لنتائج غلط ووخيمه يعني بالنسبه للمريض. طيب خلينا ننتقل هلا للتدابير العلاجيه. ما بدنا كثير ممكن نخوف المرضى او نقول فورا نلجا للعمل الجراحي ممكن، ولا في تدابير علاجيه اكيد كل حسب كل حاله او كل عمر. تمام، العلاج الاشياء والاشمل، يعني احنا اذا بيجينا 100 مريض عنده استسقاء كلوي، معظم هذول المرضى العلاج فقط هو متابعة. يعني هذا خبر يمكن كتير حلو، إنه مجرد متابعة بأشعة اللي هي الألتراساوند الإيكو مثل ما معروف، فقط مجرد متابعة، وبعدها ممكن يتحسن لوحده أو ممكن يكون العلاج دوائي. هلأ بحالات كتير قليلة هون التدابير لازم تكون إما جراحية لما بيكون في تشوه شديد ضمن الجهاز البولي عند الأطفال، أو تدابير إسعافية. شو يعني إسعافية؟ يعني إسعافية يعني لما المريض بيعاني من أعراض شديدة بألم بالخاصرة شديد، لنفرض إجانا الساعة 12 بالليل دخل على الإسعاف وعنده حالة استسقاء وألم شديد جدا مترافق مع أقياءات، هون التدبير بيكون إسعافي. نحن غالبا بيكون عنوان التدبير أو العلاج هو انه نحن نتجاوز موضوع الاستسقاء. كيف منتجاوز موضوع الاستسقاء؟ تمام. يعني هذا الانسداد اما منركب قسطره بوليه لما بكون انسداد سفلي ضمن الحالب ضمن الاحليل او البروستات، ويمكن مارق فيها في كثير ناس بالستين سبعين بالعمر مارقين فيها، انه بيركبوا له بالاسعاف قسطره بوليه فقط، مجرد قسطره، حمل كليتين ورجع وظيفتهم للطبيعي وصار اموره بامان، مجرد تركيب قسطره. ممكن تطول الحاله؟ ممكن تطور الحاله اذا ما داركنا العلاج الاسعافي. تطول القسطره؟ تطول. هلا نحن القسطره هو تدبير اسعافي، اما العلاج اما بكون استئصال البروستات سواء بالتنظير او جراحه او علاج دوائي، هي بناء على الشده. ممكن عند الاطفال التشوه لنا الخلقي ممكن نتابعه متابعة، وبمعظم الحالات نحن منتابعه متابعة بعلاج دوائي فقط، وبعدها مع نمو الطفل بصير الوضع أحسن وبيتحسن وما عاد في أي تداخل. وأحياناً نضطر للعلاج الجراحي لنصلح هذا التشوه الخلقي اللي موجود ضمن الجهاز البولي. تمام. عند الحوامل وهن بيخافوا منها مع انه هو اجراء بسيط مدته 5 دقائق، بنركب قسطره حاليبيه اللي هي عباره عن دبل جي بنسميها، قسطره مرينه داخليه بتصل بين المثانه والكليه لنتجاوز هذا الانسداد، لان قلنا نحن الرحم او الجنين ضغط على الحالب فادى حاله الاستسقاء اللي هي بتاذي الكليه. نحن كيف بدنا نتجاوز هذا الموضوع؟ بنركب قسطره حالبية بالتنظير عبر التنظير بتصل بين المثانة والكلية، هي القسطرة بتمنع موضوع الانسداد وبتحافظ على الكلية وعلى الحمل السليم وعلى الجنين، وبتنسحب بعد الولادة. فالإجراءات مختلفة حسب السبب، لهيك تشخيص السبب الاستسقاء كتير مهم، لأنه ممكن إذا نحن ما شخصنا صح يكون العلاج خاطئ فتتطور الحالة لمرحلة الفشل الكلوي. تمام دكتور، بعد ما حكيت عن التشخيص الصحيح والسليم وعن طرق العلاج المتبعة اليوم لعلاج هذا المرض، خلينا نقول ممكن هذا المرض ينتشر لبقية أعضاء الجسم بحالة معينة؟
ايمتى نحن بيكون في حالات خطره جدا. يعني المريض بيدخل على الاسعاف بالليل او بالنهار لازم ينعمل العمليه فورا. لما بيكون المريض عنده استسقاء كلوي وبيعاني من هي العلامات اللي حنذكرها، طبعا مو دائما هيك بيكون العلاج، بيكون العلاج شديد وجراحي، لكن ببعض الحالات فنحن لازم ننتبه لهي الامور. لما بيكون في الم بالخاصره شديد وترفع حراري، يعني صار المريض يعرق ويرتفع حرارته يستفرغ، وألم شديد بالخاصرة، وخاصة عند الكبار بالسن وعندهم ضعف بالمناعة، مثل اللي عنده بيعاني من مرض السكر غير المنضبط، بيعاني من بعض أمراض الأورام، علاج كيماوي، وبيتعرض لحالة من الاستسقاء. هون صار التداخل إسعافي لأنه مهدد للحياة ومهدد لأعضاء الجسم الثاني، ممكن يصاب بصدمة إنتانية لأنه هون بيتطور الاستسقاء لالتهاب حويضة وكلية حاد، فبعدها ممكن يعمل خراجات، ممكن يعمل صدمة إنتانية سيبتيك شوك، فهون صار في مهدد للحياة. فالتدابير لازم تكون إسعافية، يعني ما في إهمال بهيك حالات. هي الحالات صح قليلة لكنها خطيرة، فنحن دائما لازم نلفت نظر الأخوة المشاهدين. يعني بالختام دكتور، خلينا هيك بأهم النصائح لكل المشاهدين يلي عم يتابعونا، إن كان عندهم هذا المرض أو حتى ممكن طرق وقاية. الطرق الوقاية أهم شيء هي عدم إهمال أي عرض، لأنه دائما في عرض معناها في سبب معين داخلي. يعني ما يكون الإهمال مثلا ألم بالخاصرة أنه ما يعزي الكبير بالعمر، لأنه ألم ظهر دائما نحن بيفوت المريض كبير بالعمر، شائع أنه هو عنده ديسك فبيقعد بيستهلك هالمسكنات، والمسكنات طبعا بتأذي الكلية، معروفة معظم أنواع المسكنات هي مؤذية للكلى، فبفاقم المشكلة باستهلاك المسكنات وبيكون تماما عم يصبر على المشكلة والمشكلة عم تتطور عنده. أمر ثاني، سواء كبير أو صغير دائما يتعود على شرب السوائل، شرب المي. يعني احنا ما بنقول له شرب سوائل بيروح بيشرب صودا أو بيشرب عصير من صناعي، أو استهلاك السوائل يعني الماء اللي بنركز ونقصد فيها المي العذبة. بيبتعدوا بشكل عام عن الملح، بعض الأغذية اللي بترفع نسبة حمض البول. هي النصائح بشكل عام، يبتعدوا عن حصر البول دائما، بالخص عند الأعمال الإدارية، المحامين، المحاسبين، المهندسين، الإعلاميين، دائما بيكونوا بأماكن صعب أنه دائما يشربوا مي من شان ما يفوتوا على الحمام بشكل متكرر. فهي هذا السلوك يعني يعتبر سلوك خاطئ، فيفترض أنه نبعد عنه. أكيد بالختام نصائح طبية جدا مهمة. بدنا نشكرك كثير الدكتور محمد عزام، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك، شكرا لكم. أهلا وسهلا فيك دكتور، يعطيكم ألف عافية.